السلام عليكم. اليوم نروح الملعب وهران، وهذا لأول مرة منذ أكثر من شهرين. نروح نشوفه ملعب وهران كيفاش راه. هذه أسبوع قبل بداية مقابلة الودية التي سوف تجمع فريق الوطني الجزائري بنظيره المالي. إذا قبل أسبوع الأرضية تاع الميدان تبدو في أتم الاستعداد، يعني فعلى أحسن ما يرام، وإن شاء الله المقابلة ما تأثرش كثير على الأرضية تاع الميدان، لأنه يعني أسبوعين أو 3 أسابيع من بعد المقابلة هذه راح يكون فيه يعني بداية الألعاب الكرة، يعني بداية المقابلات نتاع الشان في هذا الملعب. إذا أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.